اهلا بكم اعزائي الشباب وحلقه جديده من برنامجكم احلم معانا، واللي هنعيش فيها النهارده مع مجموعه من الشباب بينظموا حمله اسمها فوقه، وكمان الحمله دي بتناقش وبتتصدى لكثير من العادات السيئه والسلبيه في مجتمعنا زي الغش والتعصب. تابعونا في حلم جديد واحلم معانا. مبادرة متميزة جدا، مبادرة فوقه، بتناقش مجموعة من السلبيات اللي بتقابلنا في مجتمعنا المصري زي التحرش والغش، وازاي نقدر نواجه هذه السلبيات. رنا يعني هي منظمة في مبادرة فوق، انا اتعرف عليها اكتر ونشوف بقى منين جه الاسم وبيتعاملوا فيه ازاي. ازيك يا رنا؟ ازيك. رنا في البداية عايز اعرف منك ونعرف شبابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه هي مبادرة فوقه بشكل عام كده؟ مبادرة فوقه هي مصغر جمعية غير هادفة للربح، مبادرة بتتكلم عليه الهدف بتاعها او الفيجن بتاعتها ان هي تسليط الرؤية بتاعتها ان هي تسليط الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع. بس كل سنة بنختار اتنين توبكس، موضوعين بنتكلم فيهم وبنسلط الضوء عليهم، بنحاول نعالجهم بمعالجة الشخص مش معالجة المكان. يعني مثلا عندنا البيئة، بنعمل ايه في البيئة؟ مش بنروح ننظف مكان، مش بنروح ننظف شيء، لا، احنا بنلم الحاجة وبنقول للناس المفروض نعمل كذا. زي ايه؟ بنعمل باسكت زبالة من ازايز البلاستيك، بنلم ازايز بلاستيك بدل بعد ما الناس ترميها، لكن ما بنلمش ازايز بلاستيك وناخدها منهم، لا، احنا بنطور الشيء اكتر ما بنطور المكان. بعد كده بنتكلم على التوبيك الثاني، ان هو الموضوع الثاني اللي هو تمكين المراه، الومن امباورمنت عامه. بنعمل ايه؟ مش بنمكن المراه، اللي هو المساواه بين الشخص، بين المراه والرجل في مكان عمل او فرص عمل، لا، احنا بنبدا من تحت بحيث بنقضي على مشاكل ممكن تطلع من عدم تمكين المراه في دور الراجل اللي هو مش موجود او غايب في البيت. ازاي؟ بنجيب ست او بنجيب كذا ست، بنعمل ايه؟ بنخيبهم في مكان نماذج، يعني كنماذج، ماشي، بنضربهم، بنعرف حالتهم المعيشيه، بنعرف ان هم مش قادرين يعيلوا اسرتهم، وبناخدهم بنعلمهم ورش علم عمل، بتعلمهم انشطه وحاجات، عشان احنا بنتفق مع مصانع بتاخدهم بتشغلهم كويس. ماشي، بس عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بقضي على ان هي مش قادره تصرف على عيالها، بحيث بدل ما هي مش قادره تصرف على عيالها هتخش السجن بان هي نساء غارمات، هو الغارمات، فساعتها يطلع لي اطفال شوارع. فانا بقضي على مشكلتين في مشكله واحده من غير معدي مراحل، اللي هو ابدا باطفال شوارع. طب ما اطفال الشوارع مشكلتها ايه؟ ان مفيش اهل في البيت، فانا بحاول اعالج المشكله من فوق قبل ما ابدا من تحت. بس طب رنا، يعني عمليه التوبكس او المواضيع اللي انتوا بتختاروها دي بتيجي ازاي؟ هل في بلان انتوا بتحطوه لنفسكم ان احنا هنعمل هنستارت او هنبدا في الموضوع الفلاني، بعد كده الموضوع الثاني الثالث؟ احنا عندنا لجنه او كوميتي مسؤوله عن الريسيرش اند ديفلوبمنت، التطوير وعمليه البحث. تمام، دي بتقرر احنا هنتكلم ايه في السنه دي، او ايه احنا محتاجينه نتكلم فيه السنه دي. بنقعد في اول السنه قعده هادزه او قعده رؤساء الاقسام او رؤساء اللجان، بنقعد نتكلم في ايه التوبكس احنا هنتكلم فيها، وبنقرر ايوه هو ده التوبك خلاص، وبنحط زي بلان لليوم او خطه للسنه وبنمشي عليها. السنه مش لليوم، لا، للسنه. عمرو ياسر هو المسؤول عن النشاط الاعلامي في مبادره فوقه، هنتعرف عليه اكتر ونشوف بقى قد ايه هو منافس للعمليه الاعلاميه في مجتمعنا المصري. ازيك؟ ازيك، الحمد لله. عمرو، كلمني عن شغلك، وانت بتقوم ايه بايه من عمل، وكمان الفريق العمل اللي تحت منك بيعمل ايه وشغله عامل ازاي؟ تمام، الشغل الاعلامي في فوقه بيمشي اللي احنا بنعمل الديزاينز كلها بتاعت فوقه، الحاجات اللي بتتبع، بانر، فلايرز، كل الكلام ده، الاعلانات يعني للتعريف. بنشتغل على الديزاينز بتاعت السوشيال ميديا، لو في اي ايفنت او حاجه نازلينها بنكفر الايفنت من خلال صور وفيديوز، بحيث ان احنا نوثق اي حاجه فوق بتعملها، لان مبادره فوق هي مش مقتصره على السبعه ثمانيه اللي هم موجودين في الهايبورد، لا، احنا عايزين الفكره توصل لناس كتير، هم المسؤولين عن المبادره، المسؤولين عن فوق، فاحنا عايزين الفكره توصل لكذا حد وتنتشر بين الناس. جميل. فبنغطيها بقى زي ما قلنا عن طريق الصور والفيديوز، وطبعا البيج على الفيسبوك وعلى طب انت راضي عن عملية الانتشار من وجهة نظرك كعنصر اساسي في مبادرة فوقه، وكمان شايف ازاي درجة قبول بقى العناصر المستجدة عليكم او اللي بتدخل عندكم في المبادرة؟ شايف ازاي درجة القبول بالنسبة للناس اللي انتوا بتكلموهم عن المبادرة؟ هو في طبعا مش كله بيتفق على حاجه واحده، بس معظم الناس بتبقى في قبول وبتشجعنا. احنا بننزل مثلا اي ايفنت بيبقى في سبورت من كذا حد، بيجي ناس من بره فوقه، دعم، بيبقى دعم لينا من بره فوقه، الناس كلها بتيجي وبتقف معانا وبتشتغل، لان الناس في ناس كتير قوي مؤمنه بالمبادره بتاعت فوقه والاهداف بتاعتها.
انجي مسؤوله البابليك ريليشن في مبادره فوقه او العلاقات العامه. هنتعرف عليها اكتر ونشوف بقى قدراتها على تنميه العلاقات العامه في مجتمعنا المصري عامله ازاي. ازيك انجي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني العلاقات العامه محتاجه ثقافة، محتاجة ان انت يكون عندك ساعة افق، محتاجة ان انت يكون عندك علاقات اصلا علشان تقدري توصلي الهدف اللي انتوا بتأملوه من خلال المبادرة لكل المجتمع المصري. كلميني بقى عن دورك في فريق العمل، وقد ايه انت يعني بتتفاني كمان ومخلصة لادائك بالنسبة لفريق العمل. اكيد هو بالنسبة للبي ار public relations كأي entity او organization بتبقى محتاجة عملية تنظيمية. بالظبط، محتاجة فريق بي ار ان هو يحدد علاقتها مع يعني الاوتر وورلد بالنسبة للorganization اللي هم فيها. بي ار في فوقه بتبقى متقسمة عموما ثلاث حاجات. اول حاجة بتبقى relations، ان احنا نتعامل العلاقات. العلاقات بالظبط، ان احنا مثلا عايزين نتعامل مع student activity تانية او organization كبيرة زي مثلا ال UN Women، لان هم بيساعدوا في topics احنا شغالين عليها، بنبقى احنا اللي بنروح نتعامل معاهم كبي ار. يعني topics اللي انتوا شغالين عليها ايه هي الاول تحديدا علشان خاطر نقدر نوصل على العمل الخارجي اللي انتوا بتقوموا بيه خارج نطاق المبادرة الداخلية اللي هنا؟ بالنسبه للسنه دي هما تو توبكس احنا ماشيين عليهم طول السنه، هما الوومن امباورمنت اللي هو تمكين المراه. تمكين المراه بالظبط، والبيئه اللي هي الانفايرمنت. فبالنسبه للبي ار احنا زي ما قلت حضرتك بنتعامل مع ناس بره. لو هنعمل سيمينار كندوه ان احنا نجيب سبيكرز يتكلموا عن التوبكس اللي احنا شغالين عليها، برضو بي ار بيروح يجيب بابليك فيجرز او عموما سبيكرز متخصصين في التوبكس بتاعتنا. يعني بتحاولوا تعملوا سيرش او تبحثوا عن ناس متحدثين بيتكلموا في المواضيع اللي انتوا بتهتموا بيها. بالظبط، وكمان لو في ايفنت هنعمله معين زي السنه اللي فاتت عملنا سايكلينج ايفنت، لان احنا كنا بنتكلم عن التحرش، فعملنا سايكلينج ايفنت ان هو يعني يهدف ان احنا نقف اجينست سكشوال هارسمنت، ان البنت تقدر ان هي تسوق عجل ونلغي فكره ان البنات ما ينفعش يسوق عجل. فكايفنت زي ده احنا كنا بنبقى محتاجين ميديا كفرج، مثلا لو جورنال يجي يصور تغطيه اعلاميه بالظبط. فبي ار برده بيبقى وظيفته ان هو يروح يجيب جورنال معين او قناه ان هي تيجي تصور عن الخبر ده. طب ايه رايك في دورنا احنا بقى واحنا بنقوم بنغطي الموضوع كله تتهلي كده؟ طبعا يعني ده احلى قناه ممكن تيجي تصور معانا. شكرا. اكيد باسم احمد احد المشتركين الجدد في مبادره فوقه، هنتعرف عليه ونشوف ايه اللي عجبه في المبادره وازاي انضم لها. ازيك يا باسم؟ ازيك يا فندم؟ تمام الحمد لله. كلمني بقى عن بداياتك مع المبادره، ازاي دخلتها؟ هو انا ببقى ماشي في الجامعه كده فبشوف اني نشاط طلابي اقدم عليه، فلقيت ان فوق مختلفه شويه، انها بتقدم دايما، لقيتها بتقدم حاجه مختلفه يعني، ومشاكل بتواجه المجتمع بتاعنا حقيقي يعني، مثلا زي التحرش، زي الزباله بتترمي في كل حتى في الشوارع. بس فقلت اشوف بقى هما بيعملوا ايه بالظبط واحاول اجرب يعني اخش معاهم واشوفها يعني استفاد. طب باسم، يعني هل انت كان من زمان انت نفسك تعمل حاجه خير لبلدك، نفسك ان انت تتعاون مع مجموعه من الشباب لنهضه مجتمعنا المصري؟ اكيد طبعا، يعني من زمان جدا، فلقيت ان دي انسب نشاط طلابي بقدر احقق من خلاله فكره ان انا احافظ على البيئه مثلا، او ان انا بتعمل توعيه وبتعمل سيشنز وايفنتس وبتعمل مشاريع ضد فكره لا للتحرش. تمام. وكمان فيها برضو يعني هي بتهتمش بس بكده، دي بتهتم بالنشاطات بالحاجات الخيريه. يعني مثلا داخل تيم اسمه ارت سي، ده بيهتم بالمشروعات الخيريه اكتر. طب هل الاهتمام بالمشروعات الخيريه دي مختص بس بوقت معين في السنه زي مثلا شهر رمضان، ولا انت في كل اوقات السنه انت بتتعامل بالخير ده في كل السنه؟ لا ما هو الخير طبعا على طول السنه، يعني مثلا في رمضان وعندك مثلا زي دخول المدارس، في ناس مش لاقيه الكتب والكراريس والحاجات دي، عندك مثلا عيد الام، عندك الشتاء لما يخش بنحتاج بطاطين ولبس. صحيح. بس عمليه السيرشنج بقى او البحث بالنسبه للمناطق المعدومه او كده بتعملوا ايه؟ بتنزلوا ايه الخطط اللي انت ممكن او اللي انت حاططها في دماغك؟ انا عارف ان انت لسه هتبدا معاهم العمل، ايه الخطط اللي انت حاططها في دماغك علشان خاطر يعني تقدر تنتقي بقى المناطق اللي يجب ان انتوا تخدموها، يجب ان انتوا تتعاونوا معاها؟ طيب تمام، مثلا عندك زي ننزل مثلا منطقه الفقيره نعمل فيها سيرفيز مثلا، يعني بحث ونشوف بقى يعني نشوف هل البيت ده فعلا يستاهل ان احنا نجيله ونوزع عليه حاجه،
ولا لا مثلا لو في ساعات بيبقى بيوت محتاجه مثلا شويه، فاكيد في بيوت اقل بنحتاج اكتر، فبننزل نعمل بقى سيرفيز بحث في الحاجات دي كلها، ونفضل بقى نفلتر نشوف مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج بجد بس. وبعد ما نعمل كده ننزل بقى ونوزع الحاجات اللي هنكون جايبينها عشان تكفي الناس، يعني نحاول نوزع اكتر عدد نجيبه على اكتر ناس محتاجه فعلا. شروق مسؤوله عن الاتش ار او الهيومن ريسورسز او يعني الموارد البشريه داخل المبادره. هنتعرف عليها ونشوف احلامها وامانيها من خلال برنامجنا احلم معانا. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ شروق، يعني الموارد البشريه بقى والتنميه الداخليه للعناصر المتواجده او القائمين على العمل داخل المبادره، عايزك توضحي لشبابنا اللي بيتفرجوا علينا اكتر. طيب اوكي. هي يعني هيومن ريسورسز او الموارد البشريه عامه في حاجه زي فوقه بيبقى شغلها كله على الممبرز نفسهم، يعني ممكن ما يبقاش احنا شغلنا قوي في الايفنتس او كده اللي فوق بتعملها، طبعا بنشارك بس بتبقى شغله يعني الكوميتي نفسها بتاعت اتش ار ان هي تعمل زي ديفلوبمنت او تطور او بتنمي الممبرز اللي بيخشوا فوقه، عشان نبقى احنا بنساعد المجتمع وبنعمل حاجات كويسه للمجتمع، بس برضو الممبر اللي داخل يبقى يعني خد اكسبيرينس كامله ان هو نفسه خبرات او اكسبيرينسز ان هو نفسه اتطور، عشان بعد كده يعرف هو يعني برضو يبقى بيدي للمجتمع من نفسه، مش محتاج مثلا حاجه تساعده او كده، هو يبقى بنفسه عمله ديفلوبمنت او تطور ان هو بعد كده يبقى عنده يعني عنده اكسبيرينس كافيه ان هي تساعده بعد كده. شروع عمليه التنميه او التطوير دي محتاجه طبعا مقومات، ايه المقومات اللي انتوا بتشتغلوا عليها اللي متواجده داخل العناصر اللي انت بتقولي عليهم او الممبرز اللي موجودين عندكم في المبادره؟ ايه المقومات اللي انتوا بتشوفوها وبتحددوها كده 1 2 3 علشان خاطر تنموها وتبداوا تنموها اللي انتوا بتشوفوها في العاملين او القائمين على العمل داخل المبادره؟ تمام. هو يعني في الغالب بتبقى حاجات كلها سوفت سكيلز، يعني مهارات خاصه عاديه بالظبط، حاجات زي مثلا ليدرشيب، حاجات تايم مانجمنت، حاجات بتساعد الممبرز او الناس اللي داخله ان هي تعرف تعمل احسن شغل، بس في نفس الوقت يعني القدرات القياديه والكلام بالظبط ان هم بعد كده احنا كلنا بدانا يعني ممبرز دخلنا بالظبط كلنا برضو في الاول ما كناش هيدز ولا حاجه، من السيشنز ومن الورك شوبس والحاجات اللي فوقه بتعملها محاضرات وورش العمل دي حاجات من الحاجات الاتش ار كانت بتوفرها لنا، كانوا بيدونا سيشنز حاجات برضو زي تايم مانجمنت وسوفت سكيلز وكده، دي كانت بتساعدنا بعد كده انه خلاص كلنا بقينا هادز وكلنا قدمنا يعني خدنا الانيشيتيف او خدنا المبادره ان احنا نقدم وان احنا نبقى مسؤولين عن حاجه زي كده، احنا اللي نعمل البلان، احنا اللي نشتغل من اول الشغل خالص مش بس بناخد تاسكس، فدي حاجه بنعلمها للممبرز او بنعلمها للناس اللي داخله، كلنا طبعا بنتعلم مع بعض وبنعلم بعض، يعني دايما اي حد بيخش فوقه هو بيفيد وبيستفاد، فاحنا بنحاول ان احنا مش بس بنخلي الناس تستفيد منها او من كهي يعني كمان باور، لا هو بس كمان بيستفيد بالسيشنز والحاجات اللي احنا يعني بنساعده بيها هو حتى كبني ادم في شغله بعد كده او كده بره ستودنت اكتيفيتي. اعزائي الشباب، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا واللي ناقشنا فيها افكار حمله فوقه واللي بتناقش المشكلات والسلبيات اللي بتواجهنا في مجتمعنا المصري من مجموعه من الشباب. خلصت حلقتنا، لكن دايما لينا وعد بلقاء يتجدد وحلم جديد واحلم معاه.